أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام، مستمرون معكم في تغطية أفراح الثانوية العامة. نحن الآن معكم من بلدة سعير، بالتحديد من عائلة الشلالدة، والتي حصلت ابنتها على معدل 99.7 الفرع العلمي، وهي الأول مكرر على مستوى الوطن. وكذلك ابنة عمها رغد، أيضا هي تفوقت في امتحان الثانوية العامة. سنحاور الطالبتين حول العام المنصرم، وكيف يعني تجاوزت الطالبتان هذه العقبات التي واجهت كل طلاب الثانوية العامة، منها جائحة كورونا وبعض العقبات الأخرى. بلش معك يارا، أهلا وسهلا، ألف مبارك، نجاحك في الثانوية العامة. الله يبارك فيكم جميعا وشكرا لكم. نعم، مبروك. الأولى مكرر على مستوى الوطن 99.7، هل كنت تتوقعين هذه النتيجة؟ طبعا أنا الحمد لله كان معدلاتي دائما عالية، يعني من المراحل الأولى من أول ابتدائي لحتى الآن في التوجيه. الحمد لله عملت جهدي لأني أجيب هالمعدل والحمد لله قدرت، فأنا كانت متوقعة والحمد لله جبت. طيب، يعني ماذا كانت ردة الفعل الأولى حين سمعتي بالنتيجة وأنك من العشرة الأوائل على أكيد مستوى الوطن؟ فرحة كبيرة يعني إلي ولأهلي، والحمد لله الكل انبسط، وإن شاء الله دائما بقدر أفرحهم هيك. يعني كنت تتوقعين هذه النتيجة أن تكوني نعم، من العشرة الأوائل؟ إنه كان بدي وعملت كل جهدي إني أجيب هذا المعدل، تعبت كثير يعني عشانه، والحمد لله إنه جبته. طيب، على مدار العام المنصرم يعني كان هناك عقبات كبيرة واجهت طلاب الثانوية العامة، منها جائحة كورونا على وجه التحديد. كيف استطعتم أنتم كطلبة يعني اجتياز وهذه المرحلة والتفوق في الثانوية العامة؟ طبعا جائحة الكورونا كانت فترة كثير صعبة خصوصا في المدارس، ولكن الحمد لله بفضل الكادر التعليمي بذل كل جهده وما قصر أبدا، والحمد لله يعني قدر يوصلنا المعلومة رغم كل الصعوبات. كان في فترات تعليم إلكتروني وفترات وجاهي، بس كنا دائما يعني بجهودنا إحنا وياهم نقدر نوصل ونصل للي بدنا إياه، والحمد لله إنه صار تفوقنا وأثمرت جهودهم يعني. نعم، فيما يتعلق بالمعلمين، هل كانوا يتابعون معكم كتربية وتعليم، والأسرة الأصغر وهي نعم طبعا، المدرسة كانوا يتابعون معكم أولا بأول، وخصوصا فيما يتعلق بالحالة النفسية للطلبة؟ نعم طبعا، كان المعلمات دائما يعني يشجعونا، والمرشدة كمان كانت دائما تساعدنا وما يقصروا انهم يعطونا المعلومات رغم ان صعوبة توصيلها، بس كانوا دائما يقدروا والحمد لله اثمرت جهودهم. نعم، هل كانت لك خطة على مدار العام المنصرم تعاملتي أو وصلتي من خلالها إلى هذا النجاح وهذا التفوق ليستفيد الطلبة المقبلون طبعا على الثانوية العامة؟ ماذا كان برنامجك خلال العام الماضي؟ بالضبط، كنت حاط انه برنامج للدراسة من الساعة كذا الى كذا والتزم فيه، انه بمجرد خلص الوقت خلاص ما امسك كتب ابدا، التزم بالبرنامج اللي انا حاطه واكون مرتاح يعني، لاني انا واثق شو انجزت وشو درست وخلاص جاهز. طيب، لمن تهدين هذا النجاح وهذا التفوق؟ اكيد لاهلي لانهم وفروا لي طبعا، يعني كان الجو اللي بدرس فيه كثير ملائم ومنيح للدراسة وما بيسمح الا انا اجيب هيك معدل، فطبعا بهديه لاهلي بالدرجة الاولى، ولوطني طبعا اللي دائما بيحتاج انه يكون في معدلات عالية بهذا الشكل، وان شاء الله دائما بنكون فخر للوطن. إن شاء الله. هل حددتي وجهتك بخصوص الدراسة؟ أين ستدرسين وما هو التخصص؟ انا كنت مفكر قبل المعدل هذا بتخصص، ولكن بعد ما شفت المعدل يعني انه معدل عالي، فحكيت انه لا بيستحق انه اوقف شوي وافكر احسن شو لازم اكون في المستقبل. يعني حتى هذه اللحظة لم تحددي؟ لا لا، نعم. طيب، ننتقل للطالبة الأخرى رغد، الله يعطيك العافية، مبارك نجاحك. كيف استقبلت النتيجة؟ شو كانت ردة الفعل حينما سمعت النتيجة؟ الله يبارك فيك، كانت فرحة ما بتنوصف الحمد لله، وفيش أحلى من فرحة النجاح. نعم، هل وضعتي خطة مثل ابنة عمك، يعني وضعتي خطة خلال العام للتعامل مع المنهاج رغم أكيد صعوبة الوضع؟ أكيد وضعت خطة ومشيت عليها أكيد. كيف كانت خطتك؟ يعني كيف كنت تبلش الدراسة وتنهي؟ كانت من بعد الفجر لوقت محدد، كنت حسب كم كيف طاقتي بتوفي، وبعدين بوقف دراسة. وكانت هذه الخطة ناجحة طبعا الحمد في لله، نجاحك في الحمد الثانوية لله. العامة. طيب، اليوم أنت ويارا طبعا تتفوقان في امتحان الثانوية العامة، لمن تهدين هذا النجاح؟ وماذا تقولين لزملائك الذين حالفهم الحظ والذين لم يحالفهم الحظ؟ أكيد بهدي النجاح لأهلي اللي كانوا معي وساعدوني، ولطاقم التعليم اللي كان معنا المعلمات، وللوطن أكيد، وإن شاء الله حد يعني إن شاء الله
بيحلفهم الحظ مرة أخرى اللي ما حلفهم الحظ. هل فكرتي بماذا ستدرسين؟ لا لسه صراحة. نعم هي طيب. مرة أخرى نبارك لكم هذا النجاح وهذا التفوق. ننتقل لوالد الطالبة المتفوق. الله يعطيك العافية مبارك نجاح. الله يزيدك عافية ويبارك فيك يا رب. يعني عادة ما الأب والأم يفرحون أكثر من الطالب لنجاحهم وتفوقهم خصوصا في الثانوية العامة. كيف استقبلتم هذا الخبر بداية؟ الحمد لله رب العالمين. أول شيء الفضل لربنا في كل شيء، وإحنا كنا متوقعين يعني، لأني أنا كنت متابع معها أول بأول في أيام الامتحانات وواثق منها طبعا، لأنه هي كانت متفوقة من البداية، من بداية المدرسة يعني، وكنت أتابع معها أيام الامتحانات يوم بيوم وطمني دائما. بس الحمد لله كمان انصدمنا أنه كان يعني ما كناش متوقعين الدرجة الأولى، يعني الأولى المعدل متوقع، بس في معدلات بتكون دائما لو بعشر ما هي بتفرق. الحمد لله الدرجة الأولى برضو يعني على مستوى الوطن، هذا إشي ما يعني بيرفع راسنا ورفعنا راسنا فيه. نعم، يعني الأهل يلعبون دور حقيقة في نجاح الابن. كيف كنتم تتعاملون مع ابنتكم خلال الفترة الماضية، وخصوصا فيما يتعلق بالحالة النفسية كون أنهم مروا بظروف استثنائية؟ طبعا الظروف الخارجية كانت سيئة على الجميع، وربنا الحمد لله أعانها. وإحنا بالنسبة لنا في البيت الحمد لله، البيت عندي ما شاء الله واسع، كنا نهيئ لها أجواء دراسية منيحة، وكل متطلباتها طبعا نلبي لها إياها حتى تأخذ راحتها وتدرس حسب يعني قدراتها وحسب ما تحتاج. نعم، أنتم كعائلة لمن تهدون هذا التفوق وهذا النجاح؟ يعني أنا فرحت فيها بهديها إلها عالية جدا، ولأهلي كلهم وللوطن جميع. نعم، شكرا لك. ننتقل إلى عم الطالبة المتفوقة. ماذا تقول لرغد وأيضا ليارة في بهذه المناسبة الجميلة؟ الله يعطيكم العافية وبهديهن، الله يوفقهن دائما وأبدا في حياتهن الجاية عليهن، وإن شاء الله بظلين كمان متفوقات فوق إن شاء الله. ونحن أيضا بدورنا نبارك لكم هذا النجاح وهذا التفوق. الآن سننتقل لوالد رغد أيضا. الله يعطيك العافية مبارك نجاحها ونجاح يارا أيضا وتفوقها. لمن تهدي هذا النجاح؟ والله أولا الله يعطيهم العافية ويعطي المدرسين والمدرسات والدائرة التربية والتعليم كاملة على مجهودهم اللي بذلوه في 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 هذه المراحل الصعبة اللي عدت، على مجهودهم اللي أدوه، ونتائج هذا المجهود الحمد لله يعني إحنا شفنا أثمرت في مع بناتنا. ما شاء الله بنت أخوي من العشرة الأوائل المكرر، وبنتي الحمد لله جابت برضو 86 علمي ثنتين، فهذا إشي مفخرة لنا وللبلد ولفلسطين كلها. بالفعل. فنهديه طبعا لشخصنا في البداية ولسعير بلد الشهداء، وبنهديه إلى فلسطين كلها وللكادر التعليمي اللي ما قصر معهم في الأداء ولا في الواجب. نعم بالتأكيد هم جنود مجهولون يعني. نعم الأساتذة والمدرسات بشكل عام هن يتعبن حقيقة خلال هذا العام. نعم صحيح. ليحصد الأبناء ويحصد الطلبة هذه النتائج. شكرا لكم جميعا. شكرا على هذه الاستضافة الكريمة، ونبارك لكم مرة أخرى هذا النجاح وهذا التفوق. شكرا لكم متابعينا الكرام على حسن الاستماع. شكرا لكم. بس غالبا مجموعهم يجيبونه يعني.